الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن في ثاني أيام السباق المحلي الثاني الخاص بانطلاقات سن الحقائق وأيضا هجن أبناء القبائل. مشاهدينا الكرام، نسير مع هذه الأسماء والتحديات المميزة. شوطنا 17 الخاص بالبكار، نسير مع هذه التحديات، نسير مع هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الشعارات الكبيرة مباشرة مع المركز الأول. زعزعة مع البداية مع صدارة هذا الشوط. سعيد بن عبيد بن عبيد الحراجين الدوسري يقدم شعاره وتحدياته المميزة من خلال تواجد زعزعة مع المركز الأول، بينما ثاني الأسماء من تتواجد هنا حظ راشد بن علي بن خالد الجبر النعيمي مع المركز الثاني والمركز الثالث القادمة في هذه اللحظات في هذا المسار المميز. تتواجد مزاحة حمد بن جابر بن جار الله المري من يقدم لنا مزاحة والمركز الرابع في هذا المسار. أرى الدخول مشاهدينا الكرام من قبل اللي وصلت اللي تدخلت في هذه اللحظات. هنا تصل هماليل محمد بن محمد بن سعيد آل نابت من يقدم شعاره، بينما أرى الدخول أيضا من اللي وصلت اللي تقدمت هنا في هذا المسار المميز والكبير ما شاء الله. شوف الوصول من الكايدة، شبيب بن عرار بن عمير الرمزاني النعيمي بدأ يقدم لنا الكايدة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء، يحمل لنا هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة والباحثة عن تسجيل نقطة صباحية مميزة هنا في أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. عودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية، الصدارة وما تحمل لنا من تحديات مميزة وكبيرة. هنا زعزعة مع صدارة هذا الشوط تقود الأسماء بشعار سعيد بن عبيد الحراجين الدوسري يقدم شعاره وتحدياته المميزة مع المركز الأول مع الصدارة، بينما ثاني الأسماء من تتواجد هنا أيضا القادمة الكايدة شبيب بن عرار بن عمير الرمزاني النعيمي شعار الشاعر هنا يقدم لنا الكايدة أيضا في مسار هذا الشوط مع المركز الثاني. ثالث الأسماء التواجد والحضور أيضا مشاهدينا الكرام من حظ راشد بن علي بن خالد الجبر النعيمي، لكن شوف الوصول، وصلت نبا طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل يصل أيضا ليقدم لنا نبا في مسار هذا الشوط، بينما أرى الوصول من هماليل محمد بن سعيد النابت يقدم لنا انطلاقة شعاره في هذه الانطلاقة والاندفاع المميزة والكبيرة. ولكن العودة إلى صدارة الشوط، العودة إلى زعزعة مع الصدارة مع المركز الأول ما شاء الله، هناك مع البداية مع الصدارة تقدم لنا عرض مميز وخطير مع الأمتار الأخير. يا سلام، هنا بشعار الدوسري من يقدم لنا زعزعة سعيد بن عبيد الحراجين الدوسري يأتي هنا مؤكدا هذا الحضور المميز من هذا الشعار من خلال تواجد زعزعة مع المركز الأول مع الصدارة، بينما أتابع المركز الثاني القادم نبا طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل مع ثاني الأسماء. ولكن خلاص يبدو لي شوط مع زعزعة مع الأمتار الأخيرة والخطيرة بدون أوامر ولا شبه أوامر، عصاها في البطان الدفع ذاتي وتلقائي لحد هذه اللحظات تقدم لعروضها المميزة عروضها الصباحية الجميلة مع الأمتار الأخيرة مهدي الدوسري هذا الناموس والانتصار. سعيد بن عبيد الحراجين الدوسري يحضر بحضور الكبار من خلال تواجد زعزعة مع المركز الأول مع الصدارة. سلام الدوسري، سلام سلام زعزعة، سلام النقطة الثانية لهذا الشعار. تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد الحراجين الدوسري، سلمت يمينك يا الدوسري على هذا الأداء المميز والكبير اللي تقدمه زعزعة. تهانينا والناموس، خطفت ناموس هذا الشوط بدون أوامر، بينما المركز الثاني كان الوصول من نبا طالب بن مسلم بطالب بن عقيل، والمركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من نخوة لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري، والمركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الكرام من مكارم لعبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة، والمركز الخامس في غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام للدوسري على هذا الفوز
والانتصار 4:33 24 جزءا من الثانية، تضيف النقطة الثانية في رصيدها مشاهدين الكرام. زعزع صاحبة نقطة في محلي في السباق المحلي الأول. تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد حراجين الدوسري، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان الوصول من نباء 4:39 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل. بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام اللي وصلت مع المركز الثالث نخوة، توقيتها الزمني 4:39 62 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي.